بسم الله. ربنا اجعلنا سفنا سلامة ونجاة يا رب الأرض والسماء. وسورة تختم بالإشارة إلى أن رسالة النبي محمد عليه السلام هي رسالة خاتمة ولا يتطرق إليها أي شك أبدا. هاكم هذه الآيات الخاتمة لسورة الأنبياء عليهم السلام. إن في هذا أي القرآن ومجيء رسول الإسلام ودوره رحمة للأنام، إن في هذا لبلاغا أي إعلاما لقوم عابدين. أشكون يعلم بهذه الحقيقة المباركة القرآنية المحمدية على سيدنا أفضل صلاة وزكاة السلام؟ هم العابدون لي فري كرويون لي فري كي لو الله تلقى يسبحونه بالعبادة الصادقة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تو ان بروفيت بور تو لو موند كو سوا دي زومان أو دي جين. وما أرسلناك إلا رحمة استثناء رحمة العالمين. قل، وهذه رسالتك، هو عبر عنها ربنا بالطريقة دي، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. شوف دائما القرآن يثبت لك فكرة التوحيد. وكيفاش يعقل أن يكون فما شركاء في الخلق وفي الإدارة وفي الحساب والمراقبة والمجر، لو كان فيها ما في آلهتين آلهتان معناها مش ممكن باش يكون فما أكوان. خاطر كل واحد يلزم بما خلقه وبعد يتنطعوا ويدمروا. ولهذا بداية ظهور الإلهين هي نهايتهم. ولهذا يزيد التلاعب واللي محارب كمحارب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ إذا كان قالك ربي هل المسلمون زدت تخمم غير الإسلام؟ وبعد تتدرج نحو الإيمان وبعد تمشي للإحسان. شوف الدرجات اللي يأتيها لك ربي وقت اللي تسلم أمرك لله. تسومي أديو تو بروم إي تيبيتي إي فيني إي تو نورا كو لي فيليسيتي دو سو موند لا دو موند لا إسميك إلى حياة البرزخية إي دو موند ديرني دو لاو. نسأل الله أن نكون سعداء ثلاث حالات. أمين يا ربنا يكرمك.